ما نشاهده هو وجود المزيد من المشاركين في هذا المجال الصناعي. هنالك العديد من الاستعمالات الجديدة التي تتراوح من إنتاج الديزل العضوي ومعالجة المخلفات السائلة إلى استخدام الميثانول كحامل الهيدروجين لإخراج الوقود واستخدام الميثانول كوقود للنقل في السيارات والشاحنات والحافلات. ولذلك فإنه في كل مرة تقدم فيها مستخدما جديدا أو موزعا جديدا للمنتج فإنه تعيان تثقيفه. يجب أن يدركوا مدى مخاطر التعامل مع الميثانول وكيفية التقليل من تلك المخاطر. يستخدم الميثانول في جميع أنحاء العالم كسلعة كيميائية ووقود فعال. يعد هذا الفيديو مصدراً للمعلومات حول الميثانول، وقد تم تطويره للترويج للتعامل الآمن مع الميثانول والتقليل من المخاطر الصحية على الموظفين وأماكن العمل والبيئة والمجتمع، وهو ملازم للدليل المطبوع الأكثر شمولاً للتعامل الآمن مع الميثانول، وهو متاح بالمجان على الموقع methanol.org. النقاط الأساسية التي سنتناولها في هذا الفيديو تشمل الخواص الفيزيائية الأساسية للميثانول والمخاطر الرئيسية المرتبطة بالتعامل مع الميثانول وطرق التقليل من التعرض للميثانول أو حريقه أو تسريبه إلى البيئة وما يجب فعله في الحالات التي تشتمل على الميثانول. دعنا نبدأ بالمعلومات الأساسية. ما هو الميثانول؟ الميثانول هو مادة كيميائية أساسية وهو يستخدم في إنتاج مجموعة كاملة من المواد، وهو يعرف أيضاً باسم الميثيل أو كحول الخشب. يوجد الميثانول في كل شيء بدءاً من سائل غاسلة حاجب الريح حتى خلايا الوقود. يجد الميثانول طريقه إلى الآلاف من المنتجات المختلفة والمواد اللاصقة ومواد الطلاء والخشب الرقائق والبلاستيك، كما يستخدم كوقود بديل وكمادة إضافية في الجازولين للتقليل من الانبعاثات الضارة، ويستخدم بصورة مستقلة كوقود في السباقات، فهو أوكتين مرتفع للغاية وعالي الأداء وأكثر أماناً من الجازولين. الميثانول هو سائل عضوي عديم اللون عند درجة حرارة وضغط الغرفة. دعنا نلقي نظرة على الخواص الفيزيائية الأساسية للميثانول. أولاً، الميثانول هو هيدروكربون سهل الاشتعال يحترق في الهواء. ثانياً، بخار الميثانول أثقل من الهواء، ونتيجة لذلك فإن بخار الميثانول قد يتجمع في الأماكن المنخفضة من المساحات الضيقة إذا تسرب. ثالثاً، في بعض الظروف المعينة ينفجر بخار الميثانول عند اشتعاله. رابعاً، الميثانول مادة سامة وقد يتسبب ابتلاعه في الوفاة. خامساً، الميثانول يذوب في الماء بالكامل. دعنا نلقي نظرة على مخاطر حريق الميثانول. الميثانول شديد الاشتعال ويصدر عنه أبخرة شديدة الاشتعال في درجات الحرارة المحيطة، وعند خلطه مع الهواء فإنه قد يحترق في الهواء الطلق. من الخواص الفريدة للميثانول هو أنه عند احتراقه فإنك لا تشاهد اللهب عادة، خاصة إذا كنت تنظر إليه في ضوء الشمس أو في الضوء الساطع. أحياناً قد ترى وميضاً يشبه ذلك الذي قد تراه على سطح الأسفلت في يوم حار، لكن ليس بالضرورة أن ترى اللهب. خلال عملية التدريب في قسم مكافحة حريق صعد الأشخاص ليتعرفوا على ما يجري، وقالوا إن قسم مكافحة الحريق يتقدم ببطء شديد. ما الخط؟ لماذا لا يحضرون إلى هنا ويشتركون بالفعل في مكافحة الحريق؟ حسناً، كان قسم مكافحة الحريق يمتلك أجهزة أشعة تحت الحمراء والتي كانت تحاكي بالفعل النظر إلى الحريق مع اقترابهم. اتباع ممارسات السلامة المنطقية واستبعاد مصادر الإشعال المحتملة تعد على نفس القدر من الأهمية مثل التدخين وتشغيل محركات المركبات وعدم استخدام الأدوات التي تصدر شرارة. أعمال اللحام هي السبب الأول في الوفاة المتعلقة بالتعامل مع الميثانول، مثل اللحام أو التدنيس أو القطع أو المعالجة بالحرارة أو الطحن أو استخدام الأدوات التي تعمل بالطاقة. في صناعة الوقود الحيوي يعد العمل المرتبط بالحرارة هو الشاغل الأول للأمان لدينا. لقد خسرنا أرواحاً بسبب أعمال اللحام التي تتم في صهاريج التخزين أو صهاريج الميثانول، حيث تتسبب الشرر أو اللهب في حدوث انفجار. في عام 2006 وقع حادث عندما قام العمال في مصنع معالجة المخلفات السائلة بفلوريدا باستخدام مشعل أسيتيلين لقطع سقف صهريج لتخزين الميثانول، ونتج عن ذلك انفجار أودى بحياة عاملين وإصابة الثالث بإصابات خطيرة. بعض الدروس المستفادة من البحث الذي أجريناه في مصنع باثون بوينت لمعالجة المخلفات السائلة بفلوريدا كانت الحاجة إلى تدريب العمال على المخاطر وإدراك مخاطر المواد التي يتعاملون معها، بالإضافة إلى حاجتهم إلى برامج خاصة بالعمل المرتبط بالحرارة للتحكم في مصادر الإشعال عند العمل بالقرب من مواد قابلة للاشتعال. الهرم الرباعي للحريق.
يتكون الهرم التقليدي للحريق من ثلاثة عناصر، وهي الحرارة والوقود والأكسجين. ويقوم هذا المفهوم على أنك إذا أزلت أي من هذه العناصر فسينطفئ الحريق. وقد حدد العلماء وجود عنصر رابع في هذه السلسلة، وهو ما نطلق عليه اسم التفاعل الكيميائي المتسلسل. لذلك فبدلاً من أن نطلق عليه اسم مثلث الحريق، نطلق عليه الهرم الرباعي للحريق. وهذه هي الطريقة التي تعامل بها مكافحو الحرائق الكيميائية بفعالية مع الحرائق، نظراً لأنها توقف التفاعل الكيميائي المتسلسل. وفي حرائق الميثانول التي تشتمل على ما نطلق عليه اسم حرائق الضغط أو الحرائق ثلاثية الأبعاد، فإن استخدام مجموعة من المياه والرغوة ومادة كيميائية مطفئة سيؤدي إلى إخماد تلك الحرائق بشكل فعال. معايير السلامة الأساسية: الميثانول مادة سامة، لا تأكلها ولا تشربها ولا تستنشقها ولا تقف فوقها. طرق التعرض للميثانول: استنشاقه وملامسته للجلد وملامسته للعين وابتلاعه. تجنب استنشاق أبخرة الميثانول. إذا قام شخص ما باستنشاقه فانقله إلى مكان به هواء نقي. ساعده في عملية التنفس إذا تطلب الأمر واطلب العناية الطبية على الفور. تشتمل أعراض الاستنشاق على تهيج في الجهاز التنفسي وصداع ونعاس وغثيان وارتباك وفقد الوعي. تجنب دخول الميثانول إلى عينيك. إذا تعرضت لرشه داخل عينيك فاغسلهما برفق بمياه جارية لمدة 15 دقيقة على الأقل. ارفع الجفن العلوي والسفلي أثناء الغسل لضمان غسل كافة أنسجة العينين والجفون التي يمكن الوصول إليها، واطلب العناية الطبية. تجنب ملامسة الميثانول لجلدك. إذا تعرضت لذلك فقم بإزالة أي ملابس ملوثة، واغسل الجلد الذي تعرض للإصابة بكمية وفيرة من الصابون والمياه، واطلب العناية الطبية إذا تطورت أعراض التسمم أو التهيج. لا تبتلع الميثانول أبداً. نظراً لأنه يتكون من الكحول، يعتقد الأشخاص أحياناً أنه لا يختلف عن أي مادة كحولية أخرى يمكن شربها، ولكنه ليس كذلك. الميثانول سام وبصورة خاصة عندما يتم ابتلاعه، حيث أن مقداراً ضئيلاً مثل ربع كوب من الميثانول قد يكون مميتاً. أقل الكميات قد أثبتت أنها تسبب العمى الذي لا يمكن الشفاء منه. إذا كان لديك شك في أن أحد الأشخاص ابتلعه فلا تحثه على القيء، اطلب العناية الطبية على الفور. قد تستغرق أعراض التسمم به حتى 24 ساعة لكي تظهر، وهي تتضمن الضعف والدوار والغثيان والقيء وعتمة في الرؤية وفقدان الوعي.